استاذ مصطفى، اول سؤال مباشر لحضرتك، خلينا نكون واقعيين، يعني احنا بقالنا اكثر من 48 ساعه من لحظه توارد الانباء حول نقل هؤلاء الشباب الى مكان اعدامهم ثم تنفيذ حكم الاعدام. السؤال، ما هي السبل لوقف هذا النزيف من دماء شهدائنا كل يوم في مصر؟ طيب، اولا طبعا تعزينا لاسر الشهداء الابرار ان شاء الله، نعم، ودعائنا لاهاليهم بالصبر والسلوان، وتعزينا للشعب المصري وكل الاحرار في مصر. نعم. تنفيذ حكم الاعدام جريمه كبرى بشعه لا يمكن ان تمر على حر دون وقفة يعني. الحقيقة المصاب جلل، والجريمة كبيرة ومجزرة بشعة، وجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار يقوم بها النظام المصري بدم بارد. ما السبل لوقف مزيد من هذه الجرائم؟ الحقيقة دعنا نكون صرحاء مع أنفسنا ومتسقين مع ذاتنا وصرحاء مع الناس أن هذا الأمر صعب للغاية. فكرة أن نوقف النظام الآن عن سفك المزيد من الدماء، هذا الكلام غير منطقي وغير موضوعي. النظام يمتهن وينتهج القتل دون أن يكون له رادع. النظام سيطر على كل المؤسسات في الدولة المصرية. حضرتك بتقوله ده كلام ممكن يكون واقعي وحقيقي، لكن مع الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا يعني ما فيش أمل إمتى يكون الكلام ده واقعي؟ خليني أقول بوضوح عشان الصورة ما تبقاش مكتزقة. يعني أنا أقول بوضوح أن النظام الآن هو نظام قاتل. هل هناك سبل داخل مصر لوقف قمع النظام؟ الحقيقة لا. القضاء منهار بالكامل ومنصاع انصياعا كاملا للنظام. المؤسسات الأمنية منصاعا انصياعا كاملا للنظام، والنظام بيمارس القتل بالمناسبة، مش في الأحكام الإعدام بس، النظام بيمارس القتل بالتصفية وفي السجون بالتعذيب وما إلى ذلك، ولا يستطيع أحد أن يحاكم النظام أو يحاسبه هذه اللحظة. الأمر الآخر، المجتمع الدولي على الرغم من القناعة التي وصلت إليه بشكل واضح أن هذا النظام ينتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأنه يمارس القتل وكافة الانتهاكات بشكل مستمر، وهذا بادي وواضح جدا في كل البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي، لكن في المقابل المجتمع الدولي لا يمتلك أدوات ضغط حقيقية يمكن أن توقف قمع النظام. نستطيع أن نقول أيضا أن المجتمع الدولي على رغم إقراره بالحالة السيئة لحالة حقوق الإنسان في مصر وحالة النزيف حقوق الإنسان في مصر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يمتلك الإرادة الحقيقية لوقف قمع النظام. عشان يبقى الإجابة واضحة، أيوة. متى يتوقف قمع النظام؟ حين يزول النظام. هذا النظام لا يتوقع منه يعني أبدا. يعني عاوز تقول لي أنه استمرار عمل النظام وبقاؤه في السلطة استمرار لنزيف الدماء بشكل دولي وسيتوسع نزيف الدماء ليطال الجميع بلا استثناء. هذا الكلام واقعي وعملي ولا استطاع ان يخالفه للاسف شيء. بالتاكيد وكلام مرعب طبعا. وبعدين واحنا مدركينه وشايفينه، واللي ما شافش من غرب ايه اعمى بيقول. يعني احنا بشكل واضح جدا الحاصل الان في مصر وحاله انسداد سياسي كامل وحاله انسداد قانوني كامل وحاله انهيار كامل في كل مؤسسات الدوله المصريه. طيب. القضاء المصري منهار بالكامل. خليني اقول إن لدينا مسارات قضائية في الداخل للانتصاف القانوني والكلام ده، وده من مبدأ قانوني اسمه النضال القانوني وعدم التسليم أو عدم الاستسلام، إن إحنا مضطرين طوال الوقت إن إحنا نناضل بشكل قانوني أمام النظام، فنحضر جلسات المحاكمات ونترافع أمام المحاكم إحنا عارفين إنها مسيسة والأحكام عندها مسبقة، لعلنا ربما نغير أو نخفف وطأة أحكام القاسية على المتهمين في مصر. لكن هل هذا الأمر يحقق العدالة؟ بالتأكيد لا. طيب. هو بيخفف من حدة الانتهاكات لكنه لا يمنع جريمة النظام بحق هؤلاء الأبرياء.